بيكم على قناة ساينس اس كي، معاكم ميس السلوان خالد. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس. النهاردة بإذن الله هناخد سيستم جميل جدا. اسمه ايه السيستم ده؟ اسمه دايجستيف سيستم، يعني الجهاز الهضمي. احنا خدنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان اي ليفنج اورجانيزم لازم يعمل ادابتيشن. طب ليه يعمل ادابتيشن؟ عشان ده بيساعده ستيل بي الايف، ان هو يقدر ان هو يعيش في الظروف الصعبه اللي موجوده في البيئه بتاعته. خلاص، عشان كده سبحان الله ربنا خلق البادي، الجسم الانسان. تمام، البادي جسم الانسان بيكون كونسيست اوف من سيستم، تمام، اللي هو منهم السيستم اللي احنا هناخده النهارده اللي هو الدايجستيف سيستم. يعني ربنا خلق في جسم الانسان البادي كونسيست اوف من سيستم، من كذا سيستم كتير. ماشي، انت عندك اصلا السنه دي المفروض انت هتاخد 3 سيستم، اللي هو الدايجستيف اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، والريسبيراتوري، والنيرف سيستم. خلاص، يبقى البادي كونسيست اوف من سيستم، والسيستم كونسيست اوف من اورجانز اللي هو الاعضاء. يعني اللي هو الاورجانز، يعني مثلا الماوس ده يعتبر ان هو اورجانز، وهكذا. تمام. فبيقول لك هنا ايه، تعال نقرا هنا، بيقول لك هنا body is made up of system، الجسم بيكون من system that work together to perform a job such as digestive system, respiratory system, nervous system. كل سيستم من دول مسؤول ان هو is responsible for specific function، مسؤول عن وظيفه معينه. يعني احنا النهارده هناخد الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم ده مسؤول عن ايه؟ is responsible for digest food، مسؤول ان هو يهضم الاكل بس كده. تمام، الريسبيراتوري سيستم ده هناخده بعد كده، مسؤول برضو عن specific function، مسؤول عن وظيفه معينه. النيرف سيستم برضو نفس الكلام، كل سيستم من دول مسؤول عن حاجه معينه. يبقى احنا استفدنا ان البادي كونسيست اوف من سيستم، والسيستم كونسيست اوف من اورجان. بتكون راجع بعد يوم طويل جدا من المدرسه، يا ماما انا جعان. طب انت مفيش مره سالت نفسك وقلت احنا ليه بناكل؟ why do we need food؟ انا هقول لك يا سيدي، لان الاكل ده اصلا يعتبر source of energy، مصدر الطاقه ليك. من غير الاكل ده مش هنقدر نعيش، والاصلا الانرجي دي بتساعدنا ان احنا نعمل activities كتير. زي ايه؟ زي sleeping، زي talking، زي walking. صح ولا لا؟ ده انت حتى لما بتكون جعان ما بتقدرش ان انت تفكر، عقلك ده بيكون محتاج energy، جسمك ما فيهوش energy. ليه؟ لان انت جسمك ده محتاج ان هو ياكل. صح ولا لا؟ لما بتيجي تاكل انت بتاخد من الاكل ده سورس اوف انرجي، ساعتها بقى بتقدر تعمل ايه؟ الاكتيفيتيز بقى اللي احنا قلنا عليها. تمام، تاني حاجه ان الاكل ده بيساعدك على ايه؟ بيساعدك وي نيد تو جروس اند ستي هيلث، بيساعدك ان احنا نكبر. صح ولا لا؟ تمام. تاني حاجه احنا بناخد من الاكل ده الفيتامينز والمينرال، اللي هي الفيتامينات والمينرالز. تمام، دي الحاجات اللي احنا بنستفادها من الايه؟ من الاكل. It provides our body with vitamins and minerals. تمام، تعال نشوف بقى الدايجستيف سيستم، الاورجانز بقى اسمها ايه. ماشي، عايزاك تقول ورايا عشان ودنك تحفظها. ماشي. الدايجستيف سيستم consists of، start with، بيبتدي بالايه؟ بالماوث. ماوث، تمام. بعد كده throat او pharynx، throat او pharynx. خلاص، دي اسمها ايه بقى؟ esophagus. اي صف اي جس esophagus. esophagus هي متقسمه لاربع مقاطع، اي صف اي جس esophagus. esophagus stomach دي يبقى تاني mouth، throat، esophagus. كل ده اسمها ايه؟ الانبوبة الطويلة دي، التيوبس دي اسمها ايه؟ esophagus. ودي اسمها ايه؟ stomach. خلاص، تمام. دي اسمها ايه بقى؟ small intestine. دي اللي هو الجزء اللي جوه. خلاص، الجزء اللي بره بقى اسمها ايه؟ large intestine. يبقى دي اسمها small intestine، large intestine. خلاص، والجزء الاخير ده اخر حاجه، anus. يبقى الدايجستيف سيستم
start with بيبتدي بالايه؟ بالماوس. and end with بينتهي بالايه؟ بالإينوس. إينوس يبقى ماوس، throat أو pharynx، esophagus esophagus، stomach stomach، small intestine large intestine، إينوس إينوس. digestive system start with mouth and end with anus. تمام، هنمسك بقى كل organs من اللي احنا قلناهم دول، هنعمل ايه؟ هنتكلم عن ان function بتاعه، الوظيفة بتاعته ايه. يعني احنا اول حاجة هنبتديها، احنا قلنا digestive system start with بالايه؟ بالماوث. تمام، الماوث دي راحت ردت علينا وقالت لنا اول حاجة لازم تعرف ان انا الماوث دي فيها ثلاث حاجات لازم تعرفهم او 3 point. ايه هما؟ اول حاجة التانج، تاني حاجة teeth. تمام، تالت حاجة بقى اسمها ايه؟ saliva. اسمها ايه؟ قول ورايا، اسمها ايه؟ saliva. يعني ايه saliva؟ دي عبارة عن liquid substance بتبقى موجودة في الماوس، اللي هي المادة اللعابية، اللي هي المية اللي موجودة في بقك. المية دي اسمها ايه؟ اسمها saliva. اسمها ايه؟ saliva. يبقى الماوس فيها tongue و teeth و saliva. خلاص؟ تمام. طب ردت علينا التيس، ورحنا رحت انا سألتها قلت لها قولي لي الفانكشن بتاعك ايه؟ وظيفتك ايه يا تيس؟ قالت لك انا سهل جدا، انا دوري بعمل بريك داون اند كراش فود ان ذا ماوث ديورينج تشيوينج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا يا سيدي بعمل بريك داون، بكسر الاكل لارج بارتكلز، اللي انا الاكل بيعتبر ان هو لارج بارتكلز، بتبقى جزيئات كبيره، بعمل له بريكنج داون، بكسره بقى لايه؟ بكسره لسمول بارتكلز، ليه جزيئات صغيره، عشان يقدر بعد كده ان انا الاكل ده يقدر ان هو يتبلع. تمام، يبقى تيس بتعمل ايه؟ بريكنج داون اند كراش فود ان ذا ماوس ديورينج تشيوينج. خلاص تمام. رحت انا سالت التانج اللي هي اللسان، قلت لها قولي لي يا تانج انت الفانكشن بتاعك ايه؟ قال لك يا سيدي انا بعمل ميكس فود ويز ذا سالايفا ان ذا ماوس، بقلب الاكل بالماده اللي اسمها السالايفا، اللي هي الماده اللعابيه اللي احنا قلنا عليها. خلاص تمام. اخر حاجه بقى بنسال عنها ايه؟ اللي هي السالايفا. اكيد السالايفا دي ليها دور مهم جدا. قال راح تردت علينا السالايفا وقالت انا هقول لك على حاجه مهمه جدا، عارف اللي هي المواد الكربوهيدرات اللي هي زي العيش او المكرونه؟ تمام، بيبقى فيها بقى حاجه اسمها الستورش. تمام، من مكوناتها. انا يا سيدي بعمل ايه؟ بعمل دايجست الستورش تشينج انتو شوجر. يعني انا بحول الستورش لماده اسمها ايه؟ لماده اسمها شوجر. ده مش بس كده كمان، ده انا بعمل ايه؟ بعمل ايد فيسيليتيت ذا سوالوينج اوف فود. بعمل ايه؟ بيسهل السلايفا دي، بتسهل من عمليه بلع الاكل، عشان يقدر بعد كده الاكل يقدر ان هو يتبلع. الميه اللي في بقك دي بتساعد ان هي تعمل ايه؟ فيسيليتيت ذا سلوينج اوف فود. تمام، الاورجان بقى اللي بعديه اسمه ايه؟ اسمه اسوفجس. تعال نشوف بقى الاسوفجس ده عباره عن ايه. لو انت ملاحظ معايا في الصوره هنا، هنلاقي ان الاسوفجس دي يعتبر اتس ا لونج ماسكولار تيوب، بتبقى انبوبه طويله جدا وماسكولار تيوب. يعني ايه كلمه ماسكولار تيوب؟ يعني انبوبه عضليه وبتبقى طويله جدا. طب انت يا اسوفجس مسؤوله عن ايه؟ قال لك يا سيدي انا مسؤوله ان انا اخد الاكل، اخد الفود اللي كان موجود في الماوس اوديه للاورجن اللي بعديه، اللي هو مين؟ اللي هو الاستومك، اللي هو الاورجن ده. تمام، يبقى الفانكشن it moves the food down into the stomach، ياخد الاكل من الماوس يوديه للايه؟ للاستومك. دي كانت اللي هي الايه؟ الاسوفجس. خلاص، نشوف الاورجن اللي بعديه اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه الاستومك. تعالوا نشوف هي عباره عن ايه. هي برضو بتبقى الاستومك دي it's a muscular organ، بيبقى عباره عن ان هو اورجن عضلي. خلاص، طب انت الفانكشن بتاعك يا استومك ايه؟ قالت لك انا هقول لك ان الفانكشن بتاعي بيكون شبه البلندر اللي موجود عندك في البيت، اللي هو الخلاط اللي موجود عندك في البيت. طب ازاي بقى؟ لا وضحي لي يا ميس، ازاي الاستومك ده بيكون شبه البلندر؟ هقول لك يا سيدي، مش انت عندك الخلاط احنا بنحط فيه كذا حاجه، وبعد كده بنشغله، بيحصل ان الحاجه اللي كانت جوه بيحصل له ميكس، وبعد كده تحس ان الاكل اللي جوه تحول لليكويد، بيبقى ماده سايله خالص، صح ولا لا؟ ده الكلام ده لما بنحط كذا حاجه في البلندر في الخلاط. تمام، اهو الاستومك ده، المعده دي وظيفتها تعمل ايه؟
تاخد الاكل اللي هي الفود معاها حاجه اسمها الاستومك اسيد، زائد حاجه الدايجستيف جوس. الحاجتين دول بيبقوا موجودين اصلا في الاستومك، يبقى تاخد الفود وتاخد حاجه اسمها الاستومك اسيد زائد الدايجستيف جوس، دي تبقى عباره عن انزيمات بتبقى موجوده في الاستومك تعمل ايه؟ تحول الاكل ده الفود ده ماشي، تعمل له ميكس وتشينج ذا فود انتو سوبي ليكويد، يعني تخلي الفود ده الاكل ده يتحول لماده سائله خالص، لماده سوبي ليكويد، لماده ايه؟ سائله. خلاص يبقى الثلاث حاجات دول تعمل ايه؟ ان الاكل اللي هو الاستومك تاخد الاكل ميكس فود ويز ذا ايه؟ ستومك اسيد زائد الدايجست جوس، تعمل له ايه؟ تحول التشينج فود انتو لسوبي ليكويد، تمام. والبروسيسور دي العمليه دي ما بتقعدش وقت طويل، لا هي بتبقى فيو اورز، بتبقى ساعات قليله جدا. وبعد كده اللي هو السوبي ليكويد ده اللي هي الماء، الاكل اللي هو لما تحول لماده سائله كده يروح بعد كده للاورجن اللي بعديه اللي هو مين؟ اللي هو اسمه السمول انتستين. اسمه ايه؟ السمول انتستين. هناخد بعد كده الاورجن اللي بعديه اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه السمول انتستين، بيكون اللي هو ده اللي هو الجزء اللي جوه ده اسمه ايه؟ اسمها السمول انتستين، تمام. جم العلماء قدروها عشان يعرفوا اللينس بتاعها قد ايه، طولها قد ايه، لقوها ان هي بتبقى 6 متر. طب تعالوا نشوف كده، بيقول لك ايه؟ it's a long and winding tube as its length is more than 6 meters، يعني هي بتبقى لونج خالص، بتبقى طويله جدا، بلس بتبقى وايدنج تيوب، يعني بتبقى انبوبه متعرجه، ماشي تمام. طب انا عايز اعرف بقى الفانكشن، وظيفه السمول انتستين ايه؟ احنا اخر حاجه وقفناها ان انا عندي الاستومك دي، تمام، حولت الاكل اللي هو الفود لايه؟ لسوبي ليكويد، لماده سائله خالص. هيبتدي بقى السوبي ليكويد ده يروح بعد كده للاورجن اللي بعديه اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمها السمول انتستين. كده الاكل وصل للسمول انتستين، خلاص تمام. ايه اللي يحصل بقى؟ في بقى اتنين اورجنز مهمين جدا بيعملوا حاجه مهمه جدا. مين هما الاورجن دي؟ اللي هما البنكرياس والليفر. البنكرياس والليفر، البنكرياس والليفر دول بيعملوا حاجه اسمها سيكريتد جوس، بيفرزوا جوس، تمام تمام. الجوز ده يفضل ماشي 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 لغايه ما يوصل للسمول انتستين، كده هيقابل مين؟ هيقابل الفود، صح ولا لا؟ الجوز ده بيساعد ان هو بيحول اللي هو السوبي ليكويد ده يحوله لمواد نيوترينتس، لمواد مفيده، لمواد غذائيه، يقدر بعد كده الجسم يستفاد من المواد النيوترينتس دي. طب تعالوا كده نقرا، البنكرياس اند ليفر سيكريتد جوس ذات فولو انتو ذا سمول انتستين. الجوس يبتدي ان هو يروح للسمول انتستين. This juice help in breaking down the food into nutrients. يبتدي بقى بعد كده يحول اللي هو السوبي ليكويد اللي هو الفود يحوله المواد اللي ايه؟ المواد النيوترينتس، او بنقول عليها digested food اللي هي المواد الغذائيه. يقدر بعد كده الجسم بقى يستفاد من المواد النيوترينتس دي. طب انا عايز اعرف بقى ازاي الجسم يقدر ان هو يستفاد من المواد النيوترينتس؟ تعالوا نشوف. انا بقى عاوز اعرف ازاي النيوترينتس الجسم بيقدر ان هو يستفاد من النيوترينتس دي، تمام. تعالوا بقى بصوا معايا في الصوره هنا وركزوا. بيقول لك هنا ايه؟ the walls of the small intestine. ده اسمها ايه؟ the walls of the small intestine، ده الوولز، خلاص. طيب انا عامله زوم في السمول انتستين، ده اسمها الوولز اوف ذا سمول انتستين اللي هي الجدران بتاعت السمول انتستين، خلاص. بتعمل ايه؟ وظيفتها ان هي تعمل ابزورب ذا نيوترينتس، ان هي تمتص اللي هي النيوترينتس دي، تمام. ده هنا كده انا عندي هنا النيوترينتس، تمام، تبتدي ان هي ايه؟ تمتصها، وتبتدي ان هي ايه يعني تمتصها، وبعد كده تبتدي ان هي تدخل جوه، ماشي، through the tiny blood vessels to carry them to all body parts. يبتدي بقى اللي هو البلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه اللي موجوده في جسمك، خلاص، يشيل اللي هو النيوترينتس دي يوديها لجميع اجزاء الجسم، لكل سيلز موجوده في جسمك يوديها فيها، يقدر بقى بعد كده جسمك يستفاد من الايه؟ من النيوترينتس دي، خلاص. يبقى احنا كده نلخص كل الكلام ده، احنا السمول انتستين الفانكشن بتاعتها وظيفتها ان هي بتعمل ايه؟ it completes the digestion of different types of food، بيحصل هنا هضم كامل للاكل. تاني حاجه ان هو بيعمل ايه؟ it absorb the nutrients digested food، ان هو بيحصل هنا ان نبتدي هنا بقى في السمول انتستين يحصل ان هي المواد الغذائيه
تبتدي ان هي تمتص، ويبتدي لكل بارتس من جسمك، من كل جزء في جسمك يبتدي ان هو يستفاد من النيوترينتس دي. خلاص تمام. في شويه اكل، في شويه اكل بقى في جسمك ما حصلهمش ان هو ما حصلهمش دايجست، ما تهضموش. تمام. الاكل اللي ما تهضمش بقى في جسمك ده، تمام، اللي هو الاكل اللي هو جسمك ما استفادش منه، خلاص، احنا بنسميه لفظ معين، بنسميه ايه؟ بنسميه undigested material. خلاص. الundigested material دي بقى تبتدي ان هي تروح للorgans اللي بعديه، اللي هو مين؟ اللي هو large intestine. يبقى الundigested material اللي هي اللي هي عبارة عن food، عبارة عن اكل بس ايه؟ ما تهضمش، وفي نفس الوقت جسمك مش هيقدر ان هو يستفاد منه. تمام. دي بسميها ايه؟ بسميها undigested material. يبتدي ان هو يروح للأورجن اللي بعديه، اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها large intestine. خلاص. تمام. تعال نشوف يا سيدي large intestine دي عبارة عن ايه. large intestine دي عبارة عن it's a tube that started from the end of the small intestine and ends with the anus. بتنتهي في فتحة اسمها ايه؟ اسمها الانس. طب هي بقى وظيفة اللارج انتستين تعمل ايه؟ بتعمل it absorbs water from the undigested material. تبتدي اللي هو المواد اللي هي اسمها undigested material، اللي هي المواد اللي هي جسمك اللي هو الاكل اللي ما تهضمش، اللي هو جسمك مش هيقدر يستفاد منها. تعمل ايه اللارج انتستين؟ تمتص المية، تعمل absorb water، تمتص المية من undigested material. خلاص. وتبتدي بقى بعد كده تحول لsolid waste. ماشي. الويست دي بقى تخرج عن طريق فتحة اسمها الايه؟ اللي هي الانس. دي اسمها الانس. الجزء ده اسمها اللارج انتستين، الجزء اللي جوه اسمها السمول انتستين. خلاص. احنا كده فهمنا يعني ايه دايجستيف سيستم، عرفنا الاورجانز، الاورجانز اتكلمنا عنها بالتفصيل، عرفنا كل اورجانز بيبقى مسؤول عن سبيسيفيك فانكشن. تمام. تعال بقى نشوف نقرا الديفينيشن. احنا خلاص كده احنا فهمنا. تمام. تعال نشوف الدايجستيف سيستم الديفينيشن تعريفه معناه ايه. بيقول لك هنا ايه؟ It's the system responsible for breaking down food into small parts to enable the body cell to use them in getting energy. يعني digestive system انه عبارة عن system مسؤول انه يعمل breaking down، يكسر الاكل ده لجزيئات صغيرة جدا. تمام. يبتدي بعد كده الجزيئات الصغيرة دي جسمك يستفاد منها، ويبتدي بقى جسمك يستفاد من الاكل ده ان هو ياخد ايه؟ ياخد الانرجي زي ما اتكلمنا. تمام. تمام. الديفينيشن اللي وراه اسمها ايه؟ digestion process، اللي هي عملية الهضم بقى نفسها، البروسيس. بيقول لك ايه؟ it's the process of breaking down food and changing into chemical substance that the body absorb and use them in getting energy and growth. تمام. البروسيس بقى نفس الكلام، ان هو بيعمل ايه؟ ياخد الاكل يكسره، ومعاه كمان اللي هي الكيميكال سبستانس، اللي هي زي اللي هو الدايجستيف انزيمز، زي الانزيمز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هو الجوس. تمام. الحاجتين دول مع بعض. تمام. يبتدي بعد كده الاكل ده يكسر، وجسمك يحصل له ابزورب ان هو يمتصه، وبعد كده يبتدي جسمك يحصل على الانرجي. تمام. بس زي نفس اللي احنا قلناه قبل كده. تمام. تالت ديفينيشن معانا اللي هو الايه؟ اللي هو السيستم. عرفنا ان السيستم consists of group of organs that are working together to perform a specific function. ان السيستم بيكون فيه organs، وكل organs بيبقى مسؤول عن اللي هو specific function، وظيفة معينة. كل organ مسؤول عن وظيفة معينة غير الorgan التاني. خلاص. زي ما شفنا بالظبط. بيقولك ايه؟ ركز بقى معايا هنا بقى. all characteristic of the organs of the human digestive system are considered. يعني ايه؟ كل الاورجانز اللي احنا اتكلمنا عنها، خلاص، الاورجانز دي عرفنا ان هي مسؤوله عن سبيسيفيك فانكشن، كده يعتبر ستراكشر ادابتيشن ولا بيهيفير ادابتيشن؟ لا يا ميس، هو ده يعتبر كل اورجان، ده هو ربنا خلق الاورجان ده. تمام. وظيفته ان هو يعمل الحاجات دي، يعني ده يعتبر ان دي حاجات ربنا خلقها بنفسها، يعني ربنا خلقها، صح ولا لا؟ تمام. يبقى دي تعتبر ستراكشر ادابتيشن، صح ولا لا؟ تمام. ما ينفعش نقول ان هو بيهيفير ادابتيشن. اللي احنا قلنا البيهيفير ادابتيشن بيبقى عباره عن اكشن، عباره عن سلوك، بتبقى عباره عن حاجه اكشن، الحاجه دي بيعملها بمزاجه. تمام. انما لا، الاورجانز دي حاجات ربنا خلقها. تمام. تمام. الاورجانز دي بقى كل اورجان بيبقى مسؤول عن وظيفه معينه، فده يعتبر ايه؟ يعتبر structure adaptation، يعتبر حاجات ربنا خلقها في جسم الانسان. ماشي.